رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده وين ما تكونون. مساء الخير، مساء الحب، مساء التفاؤل عليكم حبايبنا الطيبين واصدقائنا المحترمين وما كنتوا. شلونكم؟ شخباكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم اليوم في فلوك جديد، واكيد هذا الفلوك راح يكون في وقت العاصمه البلجيكيه. راح اليوم نروح وياكم في تغطيه الاسواق المحليه والسوبرات ماركت ومحلات الجزاره اللي موجودين الجزاره، يعني القصابه حبايبنا الغاليين. واكيد راح نتجول في مدينه روكسي ونشوف اجواء رمضان. وتحياتنا لكم وين ما تكونون. قبل ما نبلش وياكم سوونا لايك وشير، وايضا اشتركوا بقناتنا وين ما تكونون. تحياتنا لكم وين ما تكونون، ويلا خلينا نروح وياكم الى روكسي. أسواق العرب حبيبي، حبايبي الغاليين، فتحة فقط للعرب. شوفوا للأجانب والأتراك، شوفوا ما شاء الله برا كانوا يشتغلون. شوفوا يشتغلون، هاي دجاج. شوفوا حبايبي، هاي دجاج، هاي عافية. شوفوا ناس بنانة. كلش عادي. هذا صفر حبايبي. دجاج دجاج ما تيجي يسووا دائما، يجي يسووا هاي الاسواق طلعوا دائما يجي يغلفوه يرتبوه. شوفوا حبايبي هاي اسواق، اسواقنا الموجوده هنا طبعا في بروكسل. هاي الاسواق موجوده في بروكسل. شوفوا حبايبي ناس تتسوق طماطم. شوفوا هاي الاسواق اللي موجوده، هاي كل الاسواق اللي هنا نفس الشيء، السمكه بنفس الشيء، اسواق السمك وهكذا وهكذا. شوفوا حبايبي شويه هسه السوق مو مال يعني الصبحيه، هسه يعني الصبحيه دا اصور هاي لو قبل الفطور، قبل الفطور بساعتين ثلاثه، يعني الساعه بثلاثه بالاربعه تقريبا. لا غير شيء، لا غير شيء حبايبي، يعني يختلف يختلف الناس وكثافة الناس ووضعية الناس كلها هنا. أنا اكيد تشتري، حاول تشتري هاي الشغلة زين. بشوف الناس تشتري، واقع حلو. ايه زين، فدائما الناس تشتري هيجي. هاي تتواجد بها على اللحوم، على الدجاج وهكذا. نفس العمليه، نفس العمليه اللي تشوفوها. اي دائما هنا يتواجدون العرب بها الاتراك. نعم نعم. زين حبايبي غاليين، هاي اللي تشوفون ايش شويه اللي يسوون قطع الطريق، واللي يسوون في الشغلات اعمار. اي نعم، هاي اسواق رمضان. شوفوا الاسواق اللي موجوده، هاي اسواق تركيه. شوفوا حجم الناس، كثافه الناس يعني. نعم نعم. نفس العمل يا حبايبي، مو بس ال يعني اللحوم. هذا شوفوا هاي التبضع، هذا شوفوا حبايبي تبضع الناس، يعني مو بس هاي شغلات تحفيات، شغلات على حسب الاصول. هذه نفس الشيء، نفس العملية. شوف شوفوا عيني تتوضع الناس. اي تاخذ تبضع الورد. نعم
تشوفوا كل شيء مواد منزلية، مواد كل شيء موجود هنا. أنا. هاي دائما هذا أتراك هنا أنا. يعني زين هذا نفس الشيء. كل الناس يتجول عرب أتراك أجانب زين. يعني يلا خلينا نشوف أسواق أخرى، بديكم على أسواق الفاكهة وغيرها أيضا تشوفون. نعم أسواق حلوة جميلة. شوفوا حبايبي هذا العمار اللي موجود هنا، هذا كله سوق العرب. هسه راح نشوف الأسواق التركية والعربية هناك. هاي تحسها انه انت باب الشرجي، تحسها انت باب الشرجي حاليا. باب الشرجي العراقيين يعرفوها، باب الشرجي شنو يعني؟ باب الشرجي البتاويين، هاي المنطقة هاي كلها عرب اتراك رومان غيرها كل شيء موجود هنا. زين يلا حبايبي ابقوا ويانا. يعني حركة جيدة يعني، بس لكن مو 100%، لان تعرفون هسه الساعة تقريبا الساعة 11 الصبح، يعني لو 11 الصبح فاكيد تكون ناس قليلين، دائما يفتحون قليلين يعني، فمفتحه بس الناس ما موجوده يعني. زين هاي المطاعم مسدوده، شوفوا حبايبي بسبب كورونا. حبايبي احذيه طبعا واحدة مال اطفال هكذا، العاب اطفال، مغاربة سوريين وهكذا. ما شاء الله كبير مجمع، اسواق حلوة حبايبي غالية. اسواق كلش حلوة جميلة. هذا تركي. السلام عليكم. شوفوا حبايبي اسواق كبيره كل شيء بيها حبايبي الغاليين، اسواق جميله وكبيره كل شيء بيها، مخضره هاي سوالف. سوري ماي فريند. تمام تمام. شوفوا حبايبي كل شيء بيها، شغلات تركيه اجبان موجود، هذا كل شيء موجود. شوفوا هذا كل شيء موجود حبايبي، خضار اي معلبات شاي ما شاي. هاي البقلاوه، بقلاوه زلابيه شهريه من هالسوالف. هاي داتلي، داتلي هم موجود. اي شوفوا هذا الداتلي، بسبوسه. اي اوكي ثانك يو ميرسي يوسف. يعني فاكهة. يلا حبايبي الغاليين، يلا حبايبي الغاليين على قلبي، اكيد شفتوا الفلوك واستمتعتوا بيه، واتمنى انه ينال اعجابكم واستحسانكم حبايبنا الغالي. ولا تنسونا باللايك والشير، واللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه. تحياتنا لكم وعملكم، ومع السلامه.